السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا رب. اليوم درت جولة في هذا المغازان الذي كان اسمه من قبل بابو، ومن فترة عودوه ورجع اسمه بي ام. يشبه البابو في التنوع نتاعو، لكن انا صراحة عجبني خير من كان بابو، فعلا هايل ومتنوع ويستحق الزيارة. مشبعتش بالدورة فيه، انا هذه ثاني مرة نروح ليه ملي عودوه ملي بدلوا له الاسم. المهم فيه كل شيء من الملابس، الأحذية، الحوايج، الديكور تاع الدار، تاع الجاردان، المكياج، الأكل، مام حوايج تاع السيارات تلقاي فيه، تاع لادوش، تاع المطبخ. ماشي كلش كلش بصح فيه من كلش شوية، متنوع. المهم والأثمان معقولة إلى حد ما، مام حوايج القراية حاطين شوية. المهم انا حبيت نعطيكم فكرة عليه، وصورت لكم لقطات منه من كل جهة، صورت لقطات لانه فعلا كبير بزاف ما شاء الله. كنا نصوره كل ندير فيديو نتاع ساعة، مي فريمون يستحق الزيارة. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ما تنساوش الاشتراك والاعجاب، واذا حبيتوا زعما في طريقكم زيدوا تعليق. ونحب نشكر دائما 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 الناس اللي واقفه معايا من البدايه بكل صدق، شكرا لكم من القلب، والله يعطيكم ما تتمنوا ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، شكرا على المتابعه، والى فيديو قادم بحول الله. سلام.